يا مساء الخير، تحياتي لكل الاهلاويه اللي بيبدأوا حلقه النهارده معانا من السادسه. مبروك 3 نقاط، غاليين في سباق، هقول مش سباق بصراحه، احنا بنسابق نفسنا، لكن في النهايه في البحث عن لقب بطوله الدوري. 3 نقاط في توقيت مهم جدا، ضيف عليهم ال3 نقاط اللي خدناهم في ماتش انبي، اعتقد انه الاهلي بيقرب بشكل كبير جدا من حسم بطوله الدوري مبكرا، وهقول لك ليه بالحسابات والارقام. لكن خليني اقول انه العرض كان متوسط، يعني تقدر تقول انه الاهلي فاز باقل مجهود، لكن في النهايه انا بشوف انه في التوقيت ده المكاسب كانت كتير جدا، كتير جدا على مستوى اللاعبين اللي تالقوا في المباراه، اهمهم من وجهه نظري محمد مجدي قفشه، عمرو السوليه، محمود متولي. الحقيقه الثلاثه يمكن كانوا بعاد شويه الفتره الاخيره، لكن الحقيقه لعبوا مباراه كبيره جدا وقالوا ان هم جاهزين في اي وقت النادي الاهلي يحتاجهم. قندوسي الحقيقه سنه بسنه بيزيد مع النادي الاهلي وجاي، وما زالت يعني خليني اقول ثقتي في امكانيات اللعيب ده كبيره جدا، وشايف انه لما يوصل فورمه يعني معدل بدني كويس، اعتقد قندوسي هيكون واحد من اهم اوراق النادي الاهلي. تعالوا نشوف ترتيب الجدول بقى عامل ازاي بعد فوز النادي الاهلي امبارح على طلائع الجيش بنتيجه 2-0 وحفاظه الاهم على عدم استقبال شباكه لاهداف. ده شكل ترتيب البطوله لغايه دلوقتي، الاهلي في الصداره بعد ما لعب 23 مباراه، تلتين المشوار تقريبا او اكتر شويه من عمر البطوله، من اصل 34 مباراه برصيد 59 نقطه. الاقرب ليه 27 مباراه بيراميدز، خد منهم او فاز فيهم ب 55 نقطه، ثم فيوتشر 28 مباراه 54 نقطه، الزمالك في المركز الرابع 28 مباراه 47 نقطه، وبعيد طبعا كل البعد. هم ال3 فرق الحقيقه بعاد عن المنافسه، لكن خليني اقول لك ده شويه الارقام اللي قدامنا دي يا ريت تخليها معانا على الشاشه. زودت شويه من اهميه مباراه سيراميكا، ليه؟ اقرب منافس للاهلي هو بيراميدز 27 مباراه، ومتبقي ليه 7 مباريات، لو فاز بيراميدز بال7 مباريات خد العلامه الكامله، يعني زود على رصيده 21 نقطه، يوصل من 55 ل 76، ده حد او سقف طموح نادي بيراميدز. طيب الاهلي ان شاء الله باذن الله لو قدر يكسب مباراه، مهم جدا جدا مكسب سيراميكا قبل ما تروح لنهائي دوري الابطال. هقول لك ليه؟ لانه ده هيريحك جدا في منافسات ما بعد جولتي الدور النهائي. لو كسبنا ماتش سيراميكا يبقى لعبنا 24 مباراه وفي رصيدنا 62 نقطه ومتبقي لينا 10 ماتشات في الدوري. ده معناه ايه؟ معناه انك انت بعد ما ترجع ان شاء الله وتخلص مواجهتي الوداد المغربي هيبقى متبقي ليك 10 مباريات، يكفيك الفوز في 5 منهم فقط لا غير عشان تفوز بالبطوله. وما اعتقدش باي حال من الاحوال انه الاهلي في اسوأ حالاته ممكن يخسر 6 ماتشات او 6 مباريات في البطوله، وبالتالي اللقب يكون محسوم للنادي الاهلي. فوز الاهلي يرفع في ماتش السيراميكا يرفع رصيده ل 62 نقطه، هيتبقى له 10 مباريات هيحتاج منهم ل 15 نقطة، يعني فوز في 5 مباريات فقط لا غير ويتوج الأهلي رسميا بالبطولة. يهمني ده في إيه؟ ما يهمنيش إطلاقا عشان المنافسة، ولا يهمني عشان خاطر التأهل لبطولة أفريقيا لأنه ده تقريبا شبه مضمون، لكن يهمني عشان أنا أحب جدا أخلص السيزون بدري. كده مش هيبقى متبقي لينا غير ماتشات الكأس اللي هيكون تركيزنا كله مصب عليها، ومباراة السوبر لما أو لحين تحديد موعدها، وبالتالي يبقى الموسم خلص بدري بالنسبة للأهلي. تقدر تاخد جاب كويسة جدا تريح فيها لعيبتك، تقدر تاخد جاب كويسة جدا تحضر فيها الموسم المقبل. الأهم من ده بالنسبة لي هو شكل المسابقة، ودي حاجة مش بس تعنيني كأهلاوي، أنا من مصلحتي ويفيدني جدا جدا جدا. أرجوكم تفهموا كلامي بشكل صح، أنا مش بتكلم هنا تقليلا من المنافسين للنادي الأهلي، لا الزمالك ولا فيوتشر ولا بيراميدز. وانا قلت قبل كده انه تجربه فيوتشر وبيراميدز اضافت للدوري المصري، صحيح ما عندهمش القدره على المنافسه لتحقيق لقب او بطوله، لكن في النهايه خلقوا حاله صراع. انت النهارده بتستنى ماتش الاهلي وبيراميدز او الاهلي وفيوتشر او الاهلي والزمالك حتى وهو في اسوء حالاته بحكم ان هو الغريم التقليدي، لكن في النهايه شكل المنافسه في الدوري تقريبا ميت اكلينيكيا، مفيش منافسه. احنا النهارده انا في اللحظه اللي بكلم حضراتكم عليها دلوقتي احنا بنتكلم في الدوري الالماني مثلا، بنتكلم على انه المسابقه لم تحسم ومتبقي في عمر البطوله دقائق. بروسيا دورتموند خسران قدام ماينز بنتيجه 2-1، في اللحظه دي 2-1 كانت 2-0 وسيباستيان هالر ضيع ضربه جزاء، خسران 2-1 وكان محتاج الفوز ده عشان يعلن تتويجه للبطوله اللي غايبه او اللي محتكرها
بايرن ميونخ بقى له 11 سنه. في الناحيه الثانيه بايرن ميونخ كسبان فريق كولن بنتيجه 1-0، وبالتالي البطوله لغايه دلوقتي بعد ما كان بروسيا دورتموند في الصداره رايحه لبايرن ميونخ. انا بس بحكي لك القصه دي مش عشان انا مهتم بالدوري الالماني، عشان اقول لك على شكل الصراع عامل ازاي. طب روح الايطالي هتلاقي ان كل سنه دلوقتي في بطل مختلف. هتلاقي في سنه الميلان، في سنه الانتر، في سنه السنه دي نابولي هو مفاجاه البطوله وهو المتوج باللقب. هتروح الدوري الانجليزي هتلاقي انه ما كانش حد قبل الموسم يتوقع ان الارسنال يكون فرس رهان، لغايه الاسابيع الاخيره الارسنال والسيتي تتتت راس براس ماشيين جنب بعض، منافسه حاميه، ومن وراهم جاي نيوكاسل، ومن وراهم جاي اليونايتد، ومن وراهم دخل ليفربول. الاسباني طبعا المواجهه الكلاسيكيه، الريال، الاتلتي، البارسا، في حاله صراع موجود. ما عدا ذلك او بحد ادنى لما يكون في بطوله بحجم بطوله دوري كبير وتاريخي زي الدوري المصري، بحد ادنى يبقى في فرقتين بيتنافسوا على اللقب عشان يبقى في منافسه. لكن تكون المنافسه مقتصره على الهروب من الهبوط، حاله الصراع الوحيده اللي موجوده في الدوري ازاي الفرقه تهرب من الهبوط، اعتقد ان احنا علينا ننظر بشكل تاني خالص. في مشاكل واضحه وصريحه، مش محتاجه خبراء ومش محتاجه محللين في تشخيص امراض الدوري المصري، محتاجه نظره. وما اعتقدش انه الاهلي، لو اتكلمت بقى من وجهه نظر نادي الاهلي، يهمه او يحب او يفضل باي شكل من الاشكال انه يكون بطل طول الوقت في منافسه او في بطوله ما فيهاش منافسه قويه. ده بالتاكيد هياثر سلبا على النادي الاهلي اللي النهارده طموحاته بقت الحفاظ على الرياضه الافريقيه ومحاوله تحقيق انجاز عالمي من نوع جديد. مش ممكن ده يحصل في ظل بطولات متهاويه ومتخبطه ومليئه بالمشاكل في كل ملفاتها، ملاعب، تحكيم، بنيه تحتيه، جدول مسابقات، صراعات، يعني عقوبات، قول زي ما انت عايز تقول، والمحصله في النهايه بطوله تقريبا ميته اكلينيكيه.